أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اضطرب بعض الناس في دخول شهر رمضان في هذه البلاد، حيث رؤي الهلال مرتفع في ليلة الثانية من هذا الشهر، فهل يفسر بأن ذلك انتفاخ للأهلة؟ على المسلم أنه يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين، ولا له دخل في الهلال. إذا صاموا المسلمون في البلد يصوم معهم، وإذا أفطروا يفطر معهم لأنه مسلم. وأما أمر الهلال فهو إلى أهل الفتوى، إلى أهل العلم، الموكول إليهم النظر في الأهلة، هم الذين يسألون عن هذا. أما أنت عليك أن تتبع المسلمين، تصوم معهم وتفطر معهم والحمد لله، ولست مسؤولا عن الهلال. نعم.